ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي كمال ريان. برحب بيك يا فندم في برنامج خبر اليوم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. قبل الحديث عن الاجتماع وأهم القرارات التي صدرت عنه، نريد أن نعرف انطباعك عن أهمية عقد الاجتماع في مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة طبعا مدينة العالمين الجديدة، أولا طبعا مقر مجلس الوزراء فيها أحد المقرات الرئيسية لمجلس الوزراء. احنا عندنا المقر طبعا العاصمة الإدارية الجديدة اللي هيكون هو المقر الرسمي للحكومة، والمقر الآخر هو مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة وجود مقرات لمجلس الوزراء وللجهات الدولة في هذه المدن الجديدة، المدن الذكية الواعدة الحقيقة اللي أصبحت يعني مناطق جذب عمراني وسياحي واستثماري كبيرة، بيؤكد أن الدولة بتعطي اهتمام كبير لهذه المدن، وأن هذه المدن أصبحت بالفعل علامات مهمة جدا على طريق بناء الدولة المصرية الجديدة أو الجمهورية الجديدة. ومصر أصبح لها يعني هناك الكثير من المدن بعد ما كان كل مركز العمران ومركز الحركة ومركز الاقتصاد فتركز في القاهرة الكبرى، أصبحنا عندنا مدن مليونية كبرى ومدن ذكية على أعلى مستوى، مناطق عمرانية ومناطق اقتصادية ومناطق استثمارية ومناطق سياحية أيضا كبرى هتمثل نقلة كبيرة للدولة المصرية. أستاذ كمال، ما بالنسبة لمناقشات اليوم، ما أبرز ما طرح في الاجتماع بخصوص جهود الحكومة في مواجهة الموجة الجديدة للفيروس الحالي، يعني فيروس كورونا اتجدد وبدأ يظهر ليه نتائج كتيرة جدا الفترة الأخيرة؟ بالفعل الحقيقة يعني هذا الموضوع حظى باهتمام مجلس الوزراء اليوم. كان في تقرير قدم من وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة. الحقيقة التقرير أشار إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتزداد اسبوعيا، مش بس في مصر لكن على مستوى العالم كله. مفيش شك. صحيح. للعام للاسبوع الخامس على التوالي فيه زيادات في العالم، بعد ما كان وصل انخفاض ذروته في مارس الماضي، لكن اعداد الاصابات عالميا في الاسبوع اللي هو من 4 ل 10 يوليو زادت بنسبه 15% للاصابات و7% للوفيات. بالنسبه لنا في مصر هنا خلال الأسبوع من 10 ل 16 يوليو أيضا فيه زيادات في حالات الإصابة. الحقيقة يعني يمكن يعني زيادات كبيرة، الحالات الحمد لله مش خطيرة، لكن ده بيؤكد وزي ما أكد رئيس الوزراء النهاردة على أن معاودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، بالإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامات خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات. ده موضوع مهم جدا. الدولة موفرة اللقاحات. النهاردة كان في إعلان إن في 38 مليون شخص تم حصلوا على اللقاح. اللقاحات متوفرة الحمد لله. يعني زي ما أكد الوزير النهاردة، إحنا عندنا النسب يعني الخطورة مش عالية، بدليل النسب الإشغال في العزل في المستشفيات يعني لا تتجاوز بالنسبة للأسرة الداخلية 2%، بالنسبة للأسرة الرعاية المركزة 12%، بالنسبة لأجهزة التنفس الصناعة 4%، نسب منخفضة، لكن ده لا يجعلنا نتهاون أو نتراخى في الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات، وده اللي أكد عليه رئيس الوزراء اليوم. بالتأكيد أستاذ كمال، الاجتماع أيضا شهد الموافقة على تشغيل مصنع غزل كان متوقف منذ أو متوقف عن العمل منذ سنوات، ما أهم ما تم طرحه في هذه النقطة؟ الحقيقة بالفعل النهاردة كان فيه يعني أكثر من تقرير بنشاط الوزارات المختلفة، من ضمنها هذا التقرير اللي قدمه وزير قطاع الأعمال العام. الحقيقة الوزير أشار إلى أن في اتفاقية تم توقيعها بشأن تحويل مصنع غزل في الفيوم. هذا المصنع كان مغلق منذ عدة سنوات، هيتحول لمجمع هيضم 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة. ده هيتم بالتنسيق مع احد رجال الاعمال متخصصين في صناعه الملابس الجاهزه لعمل تصميمات، يعني هيتم عمل على التصميمات الهندسيه للمجمع، وبعد كده هيبدا بالتشغيل لصالح مجموعه من مصدري الملابس والجاهزه والمنسوجات. المجمع على مساحه 21000 متر،
هيتم تطويره بتكلفه 80 مليون جنيه. ان شاء الله هيكون هذا المجمع جاهز للتشغيل قبل اول نوفمبر القادم. هيوفر حوالي 3000 فرصه عمل للشباب المصري، ويعني احنا لما بنتكلم عن الشباب بنتكلم عن الشباب وفتيات، ويمكن الغالبيه هتكون الفتيات والسيدات. ويعني الحقيقه ده بيؤكد ان يعني الحقيقه الصناعات بيتم احياء الصناعات المهمه لمصر زي صناعه الغزل والنسيج، بيتم اعاده تشغيل المصانع اللي كانت توقفت سنوات، وده معناه يعني فتح الاف فرص العمل للشباب المصري، بالاضافه طبعا لمساهمته في التصدير وتوفير العمله الاجنبيه لمصر. استاذ كمال، هل السماح لرجال اعمال من القطاع الخاص بمشاركه الحكومه في بعض المشروعات بدايه لتشجيع رجال الاعمال بحسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدايه قويه يعني للدخول للسوق العمل مع الحكومه يعني؟ بالتاكيد ده توجه دولي، ده توجه رئيسي للدوله المصريه في تكليفات من السيد الرئيس للحكومه بان يكون في توجه قوي لتشجيع القطاع الخاص، فتح الفرص للقطاع الخاص في كل او مختلف المجالات، يعني حتى مشروعات البنيه الاساسيه، في مشروعات ممكن لو القطاع الخاص مش يعملها لوحده ممكن يعملها بالمشاركه مع الحكومه. الحقيقه في توجه رئيسي للدوله، يمكن وثيقه سياسه ملكيه الدوله اللي الحكومه بتعمل عليها حاليا وفي حوار مجتمعي بيتم بشانها هتفتح المجال واسعا امام القطاع الخاص. في مشروعات هينفذها القطاع الخاص بمفرده، في مشروعات ممكن ينفذها بالشراكه مع الدوله، في مشروعات ممكن تطرح هي مملوكه الحكومه لكن تطرح ايضا امام القطاع الخاص. فالحقيقه في كل الدعم هيقدم للقطاع الخاص في تذليل كل العقبات، وده توجه اساسي ومحور اساسي من محاور عمل الحكومه هي تشجيع القطاع الخاص. واعتقد ان وثيقه سياسه ملكيه الدوله اللي هتعلن بعد الحوار المجتمع هتمثل نقله نوعيه كبيره في هذا المجال. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي كمال ريان.